بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أحبائي التلاميذ، عدنا والعود أحمد في رحاب مدرسة نات مع دروس. This lesson is going to be about using prefixes to form opposites. By the end of the lesson, you'll be able to correctly use prefixes to form opposites. Nous allons faire un cours aujourd'hui sur les antonymes. وبإذن الله سوف نتعرف على الاسم الموصول. والآن أقدم لكم تمرين حول التحولات النووية. Actually, I'm going to make a presentation about Algerian Liberation War. Get the pen and think of the test. You are the best. You are the best. Oh, concentrez-vous et écoutez bien ce qui va suivre. Vous allez voir, c'est super facile. Allez, on commence. لاحظوا ماذا يأكل. يأكل الجزر. من هو الحيوان الذي يأكل الجزر؟ إنه الأرنب. واحد، اثنان، ثلاثة، انطلقوا. يلا يلا يلا. جاي 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 جاي. من وصل أولا؟ هل رأيت من وصل أولا؟ جاي وصل أولا. هنا الصفر لا يدخل في مجموعة التالي، فنضع له خطين بمعنى الدالة غير معرفة عند القيمة صفر، لأنه X لا يجب أن يكون يساوينا الصفر. BC يمثل الوتر بالنسبة للمثلث A CB، ويمثل أيضا القطر بالنسبة للدائرة C. الميكروبات متواجدة في كل مكان، قد تكون في أجسامنا كما قد تكون في الأغذية التي نتناولها. لاحظ معي عزيزي الطالب كيف نعرف لا نافية للجنس. قيمة pH لكل محلول نجد أن المحلول الأول pH يساوي 12، المحلول الثاني pH يساوي 10.8. Thank you very much. Don't forget, of course, to subscribe. Visit our site web. Visit our page on Facebook. Thank you very much. See you next time with a new lesson. Goodbye.